بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا في حفل ختام ملتقى الشارقة الدولي للراوي. دكتورة مروة، بكل تأكيد ملتقيات الثقافية دائما تترك أثر جميل جدا في حياتنا. ألف ليلة وليلة، ماذا فعلت فيك في الشارقة؟ والحقيقة أنا أول سنة أحضر ملتقى الراوي في الشارقة، بس أنا حضرت في الشارقة مؤتمرات كتير ومهرجانات كتير، ويعني أنا بعتبر نفسي بنت الشارقة. والصدفة التاريخية إن أنا المدرسة الابتدائي زرتها هنا في الشارقة وأنا صغيرة، وكان أبويا بيعمل في الإمارات. والحكاية دي إحنا رجعنا على القاهرة من سنة 90، فتخيل إن أنت بعد سنين كتير جدا جدا بترجع على الشارقة، فبتستدعي كم ضخمة جدا من الذكريات الجميلة المرتبطة بطفولتك ومرتبطة بحياتك. بالنسبة للملتقى الراوي أنا حاسة إن أنا في بيتي، يعني أنا أول مرة أدخل في مؤتمر. مؤتمرات دايما بتبقى جادة جدا وبتبقى الحياة شوية علمية، والمؤتمر ما يميز مؤتمر الراوي إن إحنا حاسة إن إحنا فعلا أنا في بيتي. الناس في حالة حب وفي حالة دفء، مش متاحة طول الوقت، عدد كبير جدا من الناس وعدد كبير جدا من الجنسيات، وفي حالة تآلف وتمازج كده غريبة جمعانا، والشارقة هي البيت الكبير اللي جمعنا كلنا في مؤتمر الراوي. تسلمي. أستاذ جاسم، الفنان البحريني الجميل، عرفوك الناس في أيام خليني أقول أيام زمن الطيبين، الثمانينات. الثمانينات إهلالو؟ نعم. ولا هلال؟ إهلالو أعدل. حبيبي نعم. الملتقى الراوي بكل تأكيد إضافة جميلة في حياتك. وش الأجمل اللي أجمل شيء شفته في الراوي؟ الحقيقة أنا دعوني المعهد وأنا أشكرهم على ذلك أن أتحوا لي هذه الفرصة وأول مرة أحضر. أشكر اللي هو الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد، وأيضا الأخ الفاضل القحطاني اللي هو فؤاد القحطاني هو اللي عرفني عليهم. فعموما الحقيقة أنا سعدت لأني ما قدمت أنا أي محاضرة، أنا ما عندي أي شيء، ولكن أنا جيت كضيف شرف، والحمد لله استمتعت جدا في خلال هذه الأيام بالمحاضرات اللي استمعته، وأيضا باللي عرضوه من أمور تمثيلية تخص ألف ليلة وليلة، وتعرفت على كثير من الشخصيات من الأدبية والفنية والموسيقية وهذه جيد، أنا جدا مرتاح منه. واللي أكثر من ذلك أن أحمد الله وأشكره أن وصلت هديتي لحضرة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في أول يوم. أحمد الله وأشكره، وتلمست منه فعلا أنه رجل جدا متواضع وحاب لكل إنسان، الله يحفظه ويطول عمره، وأسأل الله تعالى إن شاء الله أوفق يحيينا الله وإياكم جميعا إن إحنا نحضر في هذا المهرجان أو في هذه الملتقيات القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وحفظكم الله. حياك الله أستاذة دلالة. الحقيقة يعني يمكن شهادتي فيش مجروحة، وأنت تجولين العالم بهذه الثقافة المسرحية الجميلة بلا حدود. ثقافة بلا حدود ولا دراما بلا حدود. الراوي في هذا العام، ملتقى الراوي في هذا العام، بحب أكد على كلمة ملتقى. ملتقى من لقاء في اللغة العربية. هذا اللقاء يعني معناها أنه مجموعة من الأشخاص المتناقضين والمتنافرين اللي بيوحدون مكان معين وزمن معين. الجميل بالموضوع هون أنه مش بس وحدنا مكان وزمان، وحدتنا تيمة اللي هي الحكي والروي. ولا يصح أبداً أن يكون هناك تيمة فيها حكي وروي من غير ما يكون في أشخاص متعددين عم يسهوا لهذا الروي. الجميل بالموضوع أنه جميعنا تحولنا إلى رواة، كل يروي حكايته من موقعه الخاص، من تاريخه الخاص، من تجاربه الخاصة. ألف ليلة وليلة هي حكاية بالنسبة لي حكاية للمستقبل، هي ليست حكاية فقط للتاريخ. نتعلم وتعلمنا من ألف ليلة وليلة
واللي هي كانت التيمة أو الموضوع الأساسي في هذا الملتقى الرائع، نتعلم كيف نصنع من الحكاية جسر محبة، وهذا كتير مهم. كيف نصنع جسر لقاء فكري، جسر لقاء حضاري أو ثقافي. سعيدة بأن نكون مرة جديدة حقيقة في ملتقى المحبة والتسامح والسلام، ملتقى الراوي، وفعلا هو ملتقى إنساني ودولي. اجتمعنا من ضفاف مختلفة في أوازة، في واحة مليئة بالمحبة للمستقبل، لمستقبل يجمعنا جميعا في ملتقى الراوي، وإن شاء الله إلى عودة العام القادم إن شاء الله يا رب. دكتورة مروة، أكيد بديش تقولي كلمة في الختام. لا أنا عايزة أقول حاجات كتير الحقيقة. فعلا أنا زي ما قلت لك، الفكرة فكرة عاطفية تماما، وأنا قاعدة معاك كل وقت من يوم ما قالوا الختام خلاص حاسة بأزمة إن إحنا هودع المكان وهودع الناس وهودع كم المحبة والدفء اللي موجود. أنا في نقطة مهمة جدا أنا لاحظتها في الشرقة، يعني على مدى سنوات طويلة، الشيخ سلطان مش مجرد بيعمل ملتقى أو بيعمل مؤتمر أو بيعمل، الشيخ سلطان بيبني الدولة، بيبني الثقافة جوه الدولة، بيأسس معهد للتراث، بيأسس الحاجات دي هي للمستقبل، وده يعني شغل تأسيسي أكتر ما إنه إحنا دلوقتي كأشخاص أفراد ممكن نكون استمتعنا باللقاء، استفدنا من أفكار بعض، التيمة بتاعت ألف ليلة وليلة جماعتنا، ولكن على المدى الطويل أنا شايفة إن تأسيس معهد للتراث ده شيء مهم جدا، ويمكن في الوطن العربي أنا ما أعرفش إذا في معهد قبل كده ولا لأ، فهو تأسيسه للتراث العربي ده شيء للمستقبل وللدولة شيء مهم جدا، وشايفة إنها خطوة كان لازم تتاخد من سنوات طويلة، وإنه الشيخ سلطان القاسمي عملها، وشايفة إن ده إنجاز كبير يستحق مننا كلنا وكل المهتمين بالثقافة في العالم إن هم يشوفوا. انا برضو بسافر مؤتمرات كتير جدا، يعني في السنه يمكن 6-7-8 مؤتمرات في كل العالم، من الصين واليابان والامريكا لمصر لهنا لتونس للمغرب، لكن في خصوصيه في الشرق اللي هو وجود سلطان القاسمي، هي دي الخصوصيه، برؤيته للمستقبل، برؤيته للثقافه، برؤيته التنوريه، انه يحط وضع للثقافه العربيه على المستوى العالمي، يعملها جزء مهم من الحضاره الانسانيه، وده انا بشكره عليه الحقيقه، وبشكر الشرقه اللي هي كل الأفكار دي بتتم بأيادي أولاد الشرقة والناس اللي عايشين فيها، يعني بشكركم كلكم. الشغل كان كتير مكثف، كان كتير ممتع، كان كتير مرهق، يعني أنا بستخسر كنت أنام علشان ألحق أتفرج على الفعاليات اللي بتحصل طول الوقت طول الوقت، وتعرفت على حاجات جديدة، رغم أن أنا بقولك أنا عشت في الشرقة في طفولتي، ورغم أن إحنا عرب ومفترض أن إحنا عارفين ثقافات بعض بشكل كبير، أنا تعرفت على عدد كبير جدا من التفاصيل اللي ما كنتش أعرفها، تعرفت في معهد التراث وفي المتحف اللي رحنا زرنا على عدد كبير جدا من القيم التراثية اللي أنا ما كنتش أعرفها. نقطة برضو مهمة وشايفة أنها لها قيمة مستقبلية كتير جدا، الإصدارات. الإصدارات دي قيمة جدا جدا، أهم مراجع اللي اتعملت في الوطن العربي عن ألف ليلة وليلة، سواء مجلة فصول أو الدكتوراه بتاعت سهير القلماوي. وأنا قبل ما أجي كان عندي سألت هذا السؤال، سهير القلماوي أول سيدة عربية أو سيدة مصرية تحصل على دكتوراه من السربون، وحصلت عنها مع الموضوع عن ألف ليلة وليلة، وكان المشرف بتاعها طه حسين، وطه حسين عمل لها المقدمة، والكتاب نشر في الأربعينات، واحنا دلوقتي بنتكلم عن ألف ليلة وليلة، وانا في بالي وانا بشتغل على التيمة انه ازاي كتاب سهير القلماوي ما يبقاش في ايدينا، ازاي ما اقدرش اجيب نسخة منه، انا دخت على نسخة، فجيت هنا لقيته مفاجأة، ايه ده مطبوع جاهز مطبوع بمقدمة طه حسين، يعني بجد الاصدارات من اقيم، قيمة جدا جدا جدا، من اقيم الكتب. ولكن انا بس علشان اقول ملحوظة صغيرة، انا دايما بعاني، يعني انا لو ما جيتش المؤتمر ده ما كنتش اعرف ان الاصدارات دي محتاجة تتوزع بشكل اكبر، إصدارات في مجال التراث كتير نادرة، فكل باحث في الوطن العربي محتاج الكتب دي ولازم توصل له، لأنه مش كله هيبقى عنده فرصة إنه يجي على الشرق. مرسي بكم.